لأول مرة تنسمعوا بأن نليف منظم مهرجان جيد، وتنتمنوا كل مرة يعاود يتكرر، من ناحية الناس خصهم يبقاو يجيو الزوار بزاف، حيت ما شفناش بزاف الزوار كانوا قلال. وانا باسم جوهرة أرقانة تنوب على صاحبتي مكلفة بهذا الشيء من ورزازات، وحنا تنصنعوا منتجات تاع أرقان، من بينهم الشامبوان، جيل دوش، سيروم، كريم، هذا زيت أرقان، وعندنا الغسل تاع الوجه. صافي هذا الشيء اللي كاين. جمعية الرقية التنمية والثقافة والرياضة، وكتنتمي للمهم لجماعة النيف، وجماعة النيف تنغير أول مشاركة في المعرض ديال النيف. المجانة مزيان وأول مرة زعما، وكل شيء مزيان زعما، الحمد لله كل شيء مزيان هاد الساعة بعدا، وهاد سميتو المهرجان ديال النيف مزيان، وكنتمناو زعما المهم المستقبل يكون مزيان، وكيكون يكون المهم يستمر المهم كل عام وكل سنه المنتوجات الحنة، والمهم الخياطه وهذا الشيء ديال الطرز، وكل شيء المهم كاين هذه الساعه بعدا. طبيعيه وتقليديه و100%، والحناء زعما طبيعي ما فيها لا مواد حافظه ولا شي حاجه المهم زايده فيها ولا شي حاجه، طبيعي مزيان. الحمد لله المهم كاين بعدا في هذا النهار اول مره، وكان بعدا مزيان، وغدا عاود ان شاء الله غادي يكون عاودي ان شاء الله اكثر من هذا النهار المهم ان شاء الله. يبين على خير المهرجان، انا كنتقدم الجمعيه، انا جمعيه التوماتين، انا نتقدم ان شاء الله، انا نخدم السكسود، انا نخدم الحلويات، نقول لكم يخدم هذا خصنا سلعاد سيفاس، نتقيا غروم، انا نخدم الشباكيه، اسطوان، تيحرايه، تبادلين، المهم بقيت سلعاد التقليديه، ايضا كيت مزيره النخ، ايضا نخدم مزيره النخ. هذا المهرجان يحلى، ينظم، قابلنا، نتشان سوا، كلشي الله اللهم لك الحمد. تنظيم تبارك الله عليكم، الله يرحم الوالديكم، وراغي خصها والو، نتشان سوا، ندنا، فرحه الحمد، الله يرحم الوالدين، ندو ان شاء الله، إي لا المهرجان تسوى المغنيت، سنمرا ان شاء الله، شكرا. سنمرا ينضغن الجمعية التوماتي. جمعية تيم الدكة لتنمية المرأة القروية والطفل والثقافة من دوار تسكوك جامعة أمر زقان إقليم ورزازات، تأسست الجمعية في سنة 2005، والحمد لله استفدنا من شحال من مشاريع، ودابا كنديروا منتوجات فلاحية والصناعة التقليدية كنديروا فيها إنتاج الزرابي، وكيكونوا عندهم ضرابيات، والحمد لله عندنا إقبال وكنستافدوا الحمد لله. وشاركنا في هذا المعرض ديال جامعه النيف من طرف العرض ديال الفيدراليه ديال النيف، والحمد لله كنشكرهم على الاقبال ديالهم والاستقبال ديالهم والتنظيم ديالهم، كل شيء جيد الحمد لله. بالنسبه للدوره بالنسبه للدوره الاولى عندكم ممتازه يعني في المستوى. هنا الجمعية نساهم جمعية الأمل للمرأة والطفل، ندد غيس سال نفس غرنا غداية الفيدرالية، الله استقبلنا مزيان، استقبلنا مزيان، الله ندينا مزيان، لا بارك الله فيكم، حلاد انت وين دغنا المنتوج النادي لغون نختمرت دي سفير تاع حلاوت ورنخ طعام ورنخ سكسو دغ أم الشركة لا ورنخ سكسو دغ يعني من لان تي وتمين هادي خدمن لان تني لان جمعية لان تمزانين لان تخاتارين لان تنمسين كمام واخا محران بدا نكوني شوي معنا شهور لان ايوا كمام تلقات ضاب عادات تلبس بعدات المهم تفرحن ايه الحمد لله لا الحمد لله ولا ورق الصواد والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، اسمي هو فاطمة حدون، دادي جمعية الضحى أيت الفرسية، أنت خدام على المنتوج هنا، أنت هيو تحلوت، أنت هيو تسكرت، لحنا، إسفير، العطور، تمرت، عور نحرير، طعام، سكسو يا مشري. والمهم راه كنا نسيري تختي وتمنى يدا وكنت هيونا يدا
نونا هل حنا نسواق. الله اكبر. ماذا غرنا؟ ماذا غرنا سالنيف؟ غرنا غير الفيدراليه. ماذا غرنا سالنيف؟ نول النيف. هذا غير غرنا. انا نخرج غرسنا ان نحضر غرسن. دغي كارتني نتشكار. طلع الله نديك انه وراغي خصا وضو. سكرنا ما ينسى سكرنا ما ينتغي ما يتروح نمتن ما يتسون فون دغير الماكلة تهيا الماكلة نسنت نقاع طلع الله نديك انه ماذا يبين الناس الدور نسنا مزوار الدور نسنا مزوار والله يعمرها اخي ما نسن نتمنى ان شاء الله تعاون تالي سافلا اليوم غران الدرياضين لا غرانا الدرياضين مرحبا صفر حنا غادي ندوز ارسن ورت اللي شال المشكل ورت اللي ما داغي خصنا والو راغي خصا واضو الحمد لله شكرا كنا نتشكر بزاف إلا يدن رئيس فيدرالية الجمعيات النموية انتين غير المعرض الأول المعرض المنتوجات والجمعيات التعاونيات النيلاني الإطار مهرجان ألني في الأول للتراث دغي سي حسن بناء على الزيارة دانا تسكرتي المعرض ماذا شي بين الجمعيات المنتوجات شكرا أولا فت عوانا توجه فيدرالية الجمعيات النموية بتنغير بألنيف كفيدرالية الجمعيات بتنغير باش نحضر هذا المهرجان الأول. أولا باسم كتب الفيدرالية سنتقدم الشكر في الدعوة لحضور المهرجان الأول. ثانيا محرض نكشمو سنكمل دوري المهرجان ولكن يعني مجموعة من الأروقة نيلان لكن لا بأس سي البداية سي التخلا تبان بأنه الفيدرالية الجمعيات النيف تسري المجهود ديال يعني الجبار يعني المجهود قد تكون فرصه لمجموعه من الجمعيات باش تبرزنت المنتوج المحلي قد تكون الفرصه كذلك الساكنه من النيف المناطق المجاوره باش تدون تدير المهرجان الاول كذلك الفرصه ادين المنتوجات المحليه لانه هي العمل تتسال المجتمع المدني ولكن للاسف ربما غير يقيم ينحاصر ينسوا الجمعيه نضا ينسوا غير من الجمعيه ولكن المناسبات نتسير فيدراليات الجمعيات النوبيه من النيف مشكوره تسير الفرصه لا الساكنه لا الجمعيات باش هذه ليا تبادل الافكار غراتسن يلي تعريس المنتوج المحلي لا بالنسبه للجمعيات طالعا كذلك الساكنه في المنتوج نتسير الجمعيات النوبيه من النيف كذلك يات البادره ان الفيدراليه الجمعيه النوبيه من النيف تسري البادره باش تمن تسكيل الفرصة تتمن العمل الجمعوي تتمن المنتوج المحلي وكذلك تسكيل الفرصة كذلك الجمعات عاد عاودت تطور المنتوج نتنت من حتى الى احسن. بسم الله الرحمن الرحيم نشارك يدخلنا المعارض يحلى يعجبها غادي يستفاد نمتن انا يحلى وانا يغيني الخير يدوديس وانا يغيني ما يدوديس تحلى معنا تمازير معنا تحلات نقا يحلى المعارض ينقى نضمن تيشيران نضمن معنا يتسلم بنتغي حلى انا يدغنا ولا يدغنا المعارض يعجبها كي يمكن كلو دانتوك معنا يا جيران انت وثمانية ليزن وانا ما يعجبش يا صغط كي المعارض غير نخدم هاي تخنس لي عاد التقليدية يتمازير نخدم دي غير الهم من غنكوني نعاون تا الدروين غنعاون الهم من إيزي إلا شان الإقبال شوية نمد معنا يزدا غرم الساغ نميت شوية ميت شوية على حساب الوقت أخرى ماشي يقول يبنى المادة الساغ نمد معنا شا يا سيدي روز ديغ ميم كونو ني لو يدغ مي غير دي سيت الدو. ايه بالنسبه للاثمنه اذا تسكرت شويه المروامد معنا المعارض تقاد زايد شويه. لا المعارض اللي مقارنة نيت المعارض دات تينيت انا يدغ تسوال حشت تنقصت سيميح حتى هذاك يدو يدغ غادي اختفت تروج الحركه معنا تزنس شويه. النيف لان ديس زرين ديس هاد المعارض المنتوجات. زين ديت ايسي 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 الدم ماشي داني كي داك يان تمي دوا ضيوفتنا مي دي خصات يا مي يا حلاوه الدغ ديغ بزاف معنا اي قولي ليس البشر يا حلو التنظيم النس يا حلو حلان بنت اختي نضمن هي انا سالي يا حلاني يستافد مزيان المهرجان دغدا ديال النسخه تا مزوارو المهرجان النيف اللي الطوره تا مزوارو الدور نسا مزوارو يا يدام انا بنادم محرى يبدا ايوا معنا يا ممكن هادي غلط يا ولكن شي مدار اختي احلى المعرض ينظم سلم معقول يحلى نيش ينظم يا نصح دند يتبرى معنا اللي هي عمر المعرض يحلى ما يتريت هذا سنتينيت الفيدراليه نيتو النيف الجماعه النيف نين ضمن
تاتني نتشكر بزاف معنا نضمنا يدخاتينا اللي هي حلا نتشكر وكما يدي نضمنا يدخاتين تي حلا. شكرا شكرا. في الحقيقه المهرجان الاول للتراث المنظم هنا بآل نيف والمنظم من طرف فيدرالية الجمعية التنموية لآل نيف بشراكة مع المجلس الجماعي لآل نيف ليس فقط في المستوى انما في نسخته الاولى شيء ليس له نظير سابق في حقيقة المعرض فوق المستوى خاصة في النسخة الأولى. هذا يبشر أن المواسم المقبلة غادي تكون إن شاء الله شي حاجة لما لا أنه غادي يكون وطني مثلا خاصة أنه يهتم بالتراث. نتمنى التوفيق للمهرجان إن شاء الله مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسان يوسفي رئيس المكتب المحلي للهلال الأحمر المغربي بآل نيف. الهلال الأحمر يلا محرية تؤسس مؤخرا حديث العهد دقا أول مشاركة نتشارك المهرجانية باش نغطي الحالات المستعجلات القرب الإسعافات الأولية لحالتنا اللي أنا نسون المعرضات النواحي الضغنز. بالنسبة اليوم الأول لغور العدد النامين ديال الاسعافات الاوليه من بين الضغط تعقيم الجروح درنا 60 حاله حتى أردغي لغور مهم الا الاقبال. المهرجان اول مناسبه نتلين في النيف نتنظم في النيف نتمنى باش ديال التحسن زايد لقدام الا يعني الاشاعه الحمد لله الارتياح قولوا نمتن كل شيء عجبسنا كويا ارتمنا باش هذه السدوس القدام ارتني غير النصيحه للمنظمين واد مدى بناد اتليات اللجنه خاصه دورة تسجل الملاحظات مثلا باش تنتسن بعين الاعتبار مثلا الدور يطنين اللي كان الملاحظه نغطيها باش اسري قيما اسين تبعين الاعتبار تتفادى الدور يطنين باش هذه السدوس تغسل قدام اش كنت اسري وردم تعتمد النقد الذاتي لاحمد غير تصحح الاخطاء غير نادنا في السدوس القدام. بالنسبه للمهرجان الذي سيان السباق على الطريق الدرجات الهوائيه يصغروني الا كان المساهمه ديك. نعم بالنسبة للسباق الدراجات على الطريق الهلال الأحمر المغربي المكتب المحلي بتنسيق مع المكتب الإقليمي بتنغير هذه يعني التغطية الإسعافات للمسعفين المسار السباق نسخر 7 زومبيلونس دور نغيلان 30 المسعف الطاقم يتجند باش هذا ينجح السباق إن شاء الله.